Molto delizioso. Shake and wine. عندي موفيز كتير حلوين. Pride and Prejudice؟ هيدا آخر فيلم حضرته؟ شو رومانسي أنت رامي مثل البنات؟ أول شيء هذا فيلم كتير حلو. تاني شيء شو الغلط إذا كان واحد رومانسي ما فهمت. رامي كل أفلامك مش حلوة. خايفة يطلع لي هاري بوتر. لا وعندك أفلام لتيم بيرتون. مثل ولاد. سيرين تيم بيرتون؟ تيم بيرتون أهم مخرج بالعالم؟ ما فهمت؟ عن جد عم تحكي؟ حاضرة بيك فيش؟ لك حتى مالك بيحضر هالنوعية من الأفلام. صحيح أنا وياه ما بنشبه بعض بكتير أشياء، بس مثل ما قلتي أنا وياه عنا روح الولاد. إذا أنت ما بتحبي ما تحضري، بس بقول لك شيء، الخيال حلو، الكرياتيفيتي حلوة، أوقات أحلى من الواقع بكتير. لا حبيبي، أنا بحب الواقع، قصص الخيال هاي ما بتعني لي. بما انه ما عندنا غير حال حط لنا برايد اند بريجوديس لنحضر. بوب كورن؟ هلا اكلنا رامي. عامل لي؟ هلا بتطلع ريحتي زيت بلا البوب كورن. ما تقلي رح تزعل مني اذا ما عملت لك بوب كورن. سيرين انت ليه هيك؟ كيف يعني؟ حدا قاسي، عدواني، نيجاتيف. أنا مأكد إنه جوات هالصورة الحلوة في حدا منيح، طيب، حنون. على حسب كيف تفهم المنيح رامي. أنا بفضل كون ربحانة على إني كون منيحة. ربحانة شو؟ مصاري؟ حب؟ القوة. هي اللي بتحقق لنا كل شيء. مش هيدا اللي كلنا بدنا إياه؟ لا مش هيدا اللي كلنا بدنا إياه، وأنت ما لازم تفكري بهالطريقة، لأنه مع الوقت قلبي رح يصير مثل الحجر. بتعرفي شو؟ كوني ألطف، كوني كون، سيرين حبي، إيه إيه حبي. الحب بيغير. بس رامي ضيقت لي خلقي. عم تحكي كتير مصطلحات عميقة ومعقدة. خلاص. شو بك؟ ليه عم تطلع فيه؟ ولا شيء بقى. كل الوقت كنت ما عم شوف مزبوط. عايش بوهم. وهلا وعيت. ضيقت شوي. بلا الغاز. خلينا نحط.